السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد حدايدي. شركة هواوي طرحت جهاز هواوي ميت بوك 13 و 14، وتم مراجعة هواوي ميت بوك 14 بالتفصيل في قناتي. لو حابب تتفرج على الفيديو تقدر تطلع على الرابط اللي بالأعلى الآن. في هذا الفيديو إن شاء الله بنشوف قدرات الجهاز الفائق سوبر ديفايس، بمعنى إنك تستخدم الكل في واحد، يعني تستخدم جميع أجهزة هواوي وكأنهم جهاز واحد. يعني إن شاء الله بنشوف في هذا الفيديو جهاز هواوي ميت بوك 14 مع هواوي ميت باد مع جهاز هواوي نوفا 8، بالإضافة إلى هواوي ميت فيو الشاشة الرهيبة، وبنشوف كيف نقدر نستخدمهم كلهم وكأنهم جهاز واحد، وكيف السلاسة بالعمل بينهم، وهذا بكل تأكيد اللي بيسهل علينا الكثير. فبلاش أطول عليكم، خلينا نبدأ الفيديو مع بعض. في البداية خلونا نلقي نظرة سريعة على جهاز هواوي ميت بوك 14، واللي يتميز بالتصميم الرائع واللون الرمادي الفضائي، ويأتي بوزن خفيف جدا تقريبا 490 جرام، كذلك يأتي بسمك 15.9 ملم، وهذه أرقام أقل من منافسي من نفس الفئة، وهذا اللي بكل تأكيد يخليه سهل أن نحط بشنطة بالسفر أو حتى للعمل أو حتى لو رايح أي كافي. أكثر ما يميز جهاز هواوي ميت بوك 14 هو شاشته، واللي تأتي 2K. هذه الشاشة تستحوذ على 90% من الواجهة الأمامية للجهاز، شاشة العرض الكامل Full View، وتأتي بنسبة عرض 3:2، واللي تسمح بعرض أكبر من الشاشات التقليدية لأجهزة اللابتوب الأخرى، واللي تجي 16:9. هذه الشاشة مريحة للعين مع ميزة تقليل الضوء الأزرق، ومعتمدة من TUV، وبإمكانك تفعيل وضع راحة العين لضبط توازن اللون الأبيض تلقائيا، وذلك لحماية شبكة العين أثناء العمل أو اللعب. من أهم نقاط القوة بالجهاز هو العتاد القوي، حيث يأتي الجهاز بأحدث معالجات شركة انتل الجيل 11، ويتوفر منه نسختين i5 و i7، كذلك مزود بمعالج رسومات من انتل، واللي يميز معالجات انتل وبالتحديد الجيل 11 الجديد إنها تعمل بكفاءة أكبر من الأجيال السابقة. كذلك توفير الطاقة، يعني عمر بطارية أطول، وبإمكانك اختيار وضع الأداء بالضغط على زر الفن وحرف البي، وذلك حسب ما يناسب احتياجك، ومزود بذاكرة عشوائية 16 جيجا رام، ويدعم الواي فاي 6، ويأتي بمساحة تخزين داخلية 512 جيجا بايت من نوع SSD. أما بالنسبة للحرارة في الجهاز، فيحتوي الجهاز من الأسفل على نظام تبريد والمعروفة باسم مراوح هواوي شارك، بالإضافة إلى تصميم أنبوب حرارة مزدوج، والتي تعمل على تعزيز أداء تبديد الحرارة بنسبة تصل إلى 50%، مع الحفاظ على الهدوء بدون صوت مزعج أثناء ارتفاع حرارة الجهاز. نيجي الآن لأهم فقرة في هذا الفيديو، وهو تجربة الجهاز السوبر أو ما يعرف بالأجهزة الفائقة سوبر ديفايس. لو نمتلك جهاز هواوي ميت باد مع هواوي ميت بوك 13 أو 14، فهنا نقدر نستغلهم بأكثر من وضع. على سبيل المثال وضع المرآة، وضع التعاون أو الوضع المطابق، وهنا بنشارك شاشة هواوي ميت بوك على هواوي ميت باد. على سبيل المثال لو كنتم أكثر من شخص تقدروا تتابعوا أي محتوى من خلال شاشتين بدل شاشة واحدة، بل وتقدر تتحكم بشكل كامل بجهاز هواوي ميت بوك من خلال الميت باد. وهنا بكل تأكيد بنستفيد من وظيفة القلم، على سبيل المثال توقيع على البريد الإلكتروني أو أي مستند، أو حتى بتصفح الجهاز بشكل عام. عندنا الوضع الآخر وهو ما يعرف بوضع التوسع، وهنا نقدر بكل سهولة أيضا نستفيد من هواوي ميت باد كشاشة ثانية لجهاز هواوي الميت بوك، ولكن بشكل آخر. على سبيل المثال عندي فيديو على هواوي ميت بوك وهو شغال، أقدر أنقل هذا الفيديو بكل سهولة على هواوي ميت باد. بكذا أنا خليت شاشة هواوي ميت بوك نظيفة، أقدر الآن مثلا أتصفح الإنترنت ومواقع التسوق وغيرها من الأعمال الكثيرة، وبكذا فعليا أصبح عندي جهازين بجهاز واحد. كذلك عندنا وضع المشاركة أو التعاون، وهنا من اسمها بيكون في تعاون بين الجهازين وكأنهم فعليا جهاز واحد، وهذا مثل ما شفنا بالأوضاع السابقة. على سبيل المثال لو أنت شغال على ملف باوربوينت على جهاز هواوي ميت باد ومحتاج تنقل صورة من جهاز هواوي ميت بوك، تقدر تسويها بكل سهولة عن طريق السحب والإفلات، تنقلها وتعدل ملفك بكل سهولة وتكمل شغلك عادي. وبإمكاننا أيضا إضافة شاشة هواوي ميت فيو، هنا نستطيع توصيل الجهازين على الشاشة عشان يكون عندنا مساحة أكبر بالعمل بشاشة أكبر بكل تأكيد، وبإمكانك التحويل بينهم بلمسة بسيطة بالشاشة. برنامج بي سي مانجر على هواوي ميت بوك يتيح لك الكثير من التعاون والدمج والعمل بسلاسة مع أجهزة هواوي، مثل جهاز هواوي نوفا 8، بلمسة بسيطة تقدر تتحكم بهاتفك من خلال هواوي ميت بوك. تستطيع نقل الملفات والصور والفيديوهات من جهاز هواوي نوفا 8 إلى هواوي ميت بوك
الفيسبوك والعكس، أو حتى التعديل على هذه الملفات دون الحاجة إلى نقلها، أو حتى الرد على المكالمات الواردة على هاتفك من خلال هواوي ميت بوك، أو حتى تصفح ملفات ومجلدات الهاتف بالكامل من خلال هواوي ميت بوك. إلى الآن ما خلصنا. هذا الجهاز على هذه الأعمال والأشغال يحتاج بطارية قوية وبقدرة شحن أقوى، وهذا فعلا اللي يتميز فيه هواوي ميت بوك 14، فيحمل بطارية تكفي ل 11 ساعة تقريبا لتشغيل الفيديو، وتختلف بكل تأكيد من شخص إلى آخر، ولكن المميز هنا هي تقنية الشحن السريع هواوي سوبر تشارج بقوة 65 واط. تقدر تشحن الجهاز في 15 دقيقة فقط، يعطيك ساعتين ونص أعمال مكتبية. والمميز أيضا أنه نفس الشاحن شاحن متعدد الاستخدامات، تقدر تستخدمه على هواوي ميت بوك، تقدر تستخدمه على هواوي ميت باد، تقدر تستخدمه أيضا على جوالات هواوي، هواوي نوفا 8 وغيرها. جهاز هواوي ميت بوك يتوفر بنسختين 13 و14، وانت من تحدد رغبتك، كل تأكيد على حسب احتياجك. امامك الفروقات الان، وانت تقدر تختار اللي يناسب عمرك. واخيرا يا شباب، هواوي مسوية عرض ساري حتى 6 اكتوبر، اللي هي فترة الحجز المسبق. لو حجزت في هذه الفترة بتحصل على قسيمة بقيمة 400 ريال، وهدايا ب 1073 ريال، يعني فعليا الجهاز اللي قيمته 4000 ريال بتحصل عليه ب 3599 ريال فقط لا غير، وهذا العرض فقط لحتى 6 اكتوبر. فلو انت مهتم باقتناء هذا الجهاز فانصحك في هذه الفترة عشان تحصل على قسيمة الخصم بالاضافة الى الهدايا المتوفرة مع الجهاز من خلال الرابط اللي بيكون صندوق الوصف اسفل الفيديو. اسف للاطالة، اتمنى اشوف رأيك في صندوق التعليقات. يعطيكم الف عافية، لا تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناة، وفي امان الله.